شكرا لك الرئيس. أول شيء يعني محشوم الدكتور حمد المطر، وطبعا قبل السيد أحمد السعدون الشيخ خالد السلطان. واضح المهمة اللي جاي لها هذا الجاهل، المهمة هي تفريق المجتمع الكويتي. عندما غزانا صدام الغزو المشؤوم في 90 ما قدر يفرق المجتمع الكويتي، كان متحد. نحن على اعتاب غزو نقوله إيراني قادم، وهناك من يدفع بهذا الجاهل لتمزيق المجتمع الكويتي، حتى إذا جانا غزو جديد هو المجتمع راح يكون مزق، مزق إلى حضر وبدو، كما داخل وخارج السور وبر السور. الكويتيين كويتيين كلهم، سواء اللي تجنس أمس واللي تجنس قبل 400 سنة، طالما أخذ الجنسية فهذه تمثل الولاء. شوفوا الأخريس تمديد بس لك، حاط لك 10 في الوقت، حاط لك 10 دقائق بالأول، تفضل دقيقة واحدة، تفضل الأخ رئيس. ساركوزي ابن مهاجر، أوباما ابن مهاجر، لكن قاعد يخدمون أمتهم، قاعد يأخذون ثقة. فلما يجي هذا يقول هذا تجنس توه، وهذا تجنس قبل 20 سنة، وهذا قبل 40 سنة، وهذا قبل 80 سنة، هذا كلام غير مقبول، هذا لفو، هذا كلام غير مقبول الأخ رئيس. إذا في عيب، عيب على اللي عطى الجنسية، على بعض الشيوخ اللي عطوا الجنسية، وبعض وزراء الداخلية اللي عطوا الجنسية. مو إنسان شريف أخذ الجنسية، طالما أخذ الجنسية هذا هو المقياس. أنا في الغزو اتشرفت أني كنت أحد المتطوعين، معظم 90 إذا مو أكثر من 90% مع المتطوعين هم أبناء القبائل، كانوا معنا، هم أكثر من أثبت ولاء في الغزو في المحن. فلذلك نرفض تقسيم المجتمع اللي جاي هو يقسمنا بعد أن وجدنا كلمتنا واحدة. شكرا لك رئيس. شكرا لك. طبعا الأخ بدر الداهم.